احنا هنموت عليك يا ادم، اشمعنى انت اللي يحصل معاك كده يا اخويا؟ عشان اخوك راجل يا بط. وحشتني قوي قوي يا ادم، مش عارفه اقول لك ايه. الحمد لله يا حبيبي ان انا اطمنت عليك قبل ما اموت. موت ياما، بس ما تشر عليك، انت مش كده. شر عنك يا ضنايا. شفتوا بقى، لولا شغلي مع لولوس ما كناش شفنا ادم. لولوس ايه؟ وده وقته الرقاصه دي. الرقاصه دي بعدين يوم الفرح. انا جايبكم النهارده يا جماعه علشان اعرفكم على ناس افاضل قمه، ناس بحبهم قد عيون اتنين. الحاج عوضين ابنه عوض، الحاجه ام البرين. اهلا بك يا حاجه، خطوه عزيزه. يعز مقدارك يا اخويا، اهلا وسهلا. اعرفكم بقى بالامرايا صبحه. ما شاء الله ذوقك حلو قوي يا عامر. ده بس من ذوقك انت يا ست الكل. يا اختي ما شاء الله عليكي. وانت ادم طمنا عليك، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. هنا احسن حاجه في الناس ان هما بيعاملوا الواحد باللي بيشوفوه منه، مش باللي بيسمعوه عنه. المهم انت عامل ايه؟ وحشنا قوي يا يحيى، وحشنا قوي. يلا واخد بالك من امك واخواتك ولا لا؟ عيب عليك، ده انا اخو ادم عبد الحي. انا خايفه قوي يا ادم، خايفه يكون حد مراقبنا واحنا جايين على هنا. هتقلقيه ليه بس ياما؟ ما احنا واخدين حذرنا ولفين مصر كلها على ما نيجي هنا. يقدر حد يهوب ناحيه المزرعه هنا؟ انا عندي رجاله هنا تاكل الزلط. طبعا يا باشمهندس، ده احنا نفديك برجابينا انت والاستاذ ادم. سمعتوا رجابينا دي؟ ادم ادم، انت هتفضل قاعد كده ولا ايه؟ ما تخش تقول الموضوع بتاعي. طب يا حاج، احنا عارفين ان انتوا عيله محترمه وبنت حلال، ويشرفنا يعني ان خالي عامر يطلب ايد بنتكم. مش مهندس عامر راجل جدع، وانا يشرفنا ندي له بنتي. يبقى نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. توكلنا على الله. توكلنا. اقرا صفحه. الله يرحمه. اقرا صفحه اختي. عارف يا كيمو، ربنا كرمنا في الموضوع ده، هيفرق مع ادم كتير قوي.